رجل في الأوقات الصعبة دائما يظهر في الوقت المناسب، قائد وهداف، يستثمر أنصاف الفرص، قليل الكلام كبير بأفعاله، المنقذ في الكرة السورية، أهدافه حاسمة يكتبها التاريخ، لا يقبل أن يكون عاديا، هو الأفضل وآسيا شاهدة على ذلك. الكابتن عمر خريبين صاحب السعادة، شكرا من القلب. جيم أون آسيا أطلقت الصافرة.